يا صباح الخير، عاملين ايه؟ صباح الكسل دي حالة المطبخ عندي. الصبح امبارح كان يوم صعب قوي بصراحة. رجعنا بالليل، كنا بياسين عند الدكتور، ورجعت وقفت عملت غدا واتغدينا، غسلت المواعين. بعدها ياسين كان تعبان وعمال يعيط، وديما بتعيط وعايزة تنام، فكنت في حوسة كده في دوامة، ما قفلتش المطبخ صراحة، سبته ودخلت على طول اشوفهم بقى وكده. وطول الليل كنت سهرانه مع ياسين جلسات عشان تعبان، وبعدين لو نام بيشرق ويصحى يعيط. الحمد لله طبعا على كل حال، الحمد لله يا رب. ما نمتش بقى طول الليل، فصحيه اللي هو انا عايزه انام. نزلت ديما الحضانه، رجعت قلت انام ولا اقوم. فبصراحه انا جعانه، عايزه افطر، جعانه جدا، وكمان عايزه اعمل غدا لان حرام هم ما لهمش ذنب. فما صدقت ياسين خد الدواء، ويا رب يا رب ينام شويه. قلت لا، مش هينفع بقى ان انا انام، اقوم اخلص اللي ورايا، اغسل المواعين دي والم الدنيا دي. والرخامه دي عايز تتغسل لان كان عليها كيس فيه بطيخ امبارح وقع ولزق، بصوا باين حتى ملزق عليها بطيخ، عايزه اغسلها وانضفها. والبوتاجاز عايز يتغسل، بس انا كده كده هعمل غدا فمش هغسله دلوقتي. اللي هبدا بيه بس هو هغسل المواعين دي لان انا جعانه وعايزه افطر، وما بحبش افطر بقى والدنيا حواليا كده، مش هعرف اتعامل. هغسل الرخامه دي وبعدين نحضر فطور، نفطر بقى وبعدين نشوف اللي ورانا. انت سامعين اللي انا سامعاه؟ ما لحقتش هكمل كلامي. ياسين صحي، يلا يعني كده كده ما كانش فيها نوم خلاص عشان ياسين صاحي، فانا هاخده جنبي بقى دلوقتي واغسل المواعين دي بسرعة والرخامة ونحضر الفطور. والله والله انا الامومه دي علمتني ان بجد الامهات دول شابوه ليهم، وان قد ايه امي تعبت معانا واحنا صغيرين، مع ان هي بتقول ان احنا كنا هاديين يعني ما كناش متعبين قوي، بس بجد الامومه مش سهله ابدا، مش سهله ابدا. والله ربنا يعين ويقوي كل ام حتى اللي عندها طفل واحد. والله يعني انا عارفه في ناس عندها 5 اطفال، فدول الله يعينهم والله، بس فعلا حتى اللي عندها طفل واحد الموضوع مش سهل خالص، مسؤوليه وتعب وارهاق، بس ربنا يحفظهم كده ويحميهم يا رب، اللهم امين. طيب انا ليه بقى بشارك معاكم الفيديو ده النهارده؟ علشان انا برضو حابه اوجه رساله منه. يعني يمكن الفيديوهات ساعات بتكون بسيطه، بس انا بيبقى قصدي ان انا اوصل منها رساله او اقول لكم منها على هدف او حاجه معينه. فالفيديو النهارده هو عشان نعرف ان الحياه مش دايما بتمشي على رتم واحد، والحياه مش دايما بتمشي كويسه، في دايما ups and downs، في دايما اوقات هننام، اوقات مش هنعرف ننام، اوقات فيها تعب، اوقات هنبقى بصحتنا وكويسين. الدنيا ما بتمشيش على وتيره واحده، وخصوصا للامهات، علشان انا عارفه ان كل ام بتبقى فاكره ان هي لوحدها بس اللي ما بتنامش، هي لوحدها بس اللي ولادها تعبينها، هي اللي ولادها بيعيطوا، هي اللي سهرانه، هي اللي مش عارفه تنام. لان انا في مرحله ما كنت برضو بفتكر كده، يعني لما كنت معايا ديما كنت اقعد اقول لا انا الوحيده بقى يا عيني اللي ما بنامش، وانا الوحيده اللي بنتي طول الليل بتعيط، وانا وانا وانا. بس اكتشفت حاجه، ان كل الامهات ايا كانت الطريقه بقى، كل الامهات بتتعب بشكل ما، وكل الامهات بتعاني بشكل ما. يعني بالليل وانتي سهرانه بابنك، سواء كان تعبان او بترضعي، في ام برضو زيك سهرانه بترضع ابنها، في ام واقفه بتغسل الببرونه لابنها، في ام معاها طفل تعبان وقاعده بتراعيه بالليل وبتديله العلاج والادويه بتاعته، في ام ظابطه المنبه بتاعها علشان في ميعاد مضاد حيوي لازم ياخده في الميعاد، فيعيني قلقانه ومش عارفه تنام، في ام سهرانه بتجهز حاجات اللانش بوكس بتاع بنتها، او عندها اكتيفيتي في المدرسه بنتها فواقفه بتعمل لها الحاجات اللي هم طالبينها منها، وفي ام رغم ان ولادها نايمين ومخلصه كل حاجه بس قاعده في السرير مش عارفه تنام عشان بتفكر في حاجات وراها بكره هتعملها. فبتختلف الاشكال كلها، بس في الاخر الامهات فعلا ابطال. انا حابه اقول لكل ام فعلا انتي بطله، ربنا يعينك، ربنا يقويكي، انتي مش لوحدك، كلنا معاكي، كلنا زيك. خليكي عارفه انها فتره وهتعدي. انا حاسه بيكي جدا، قله النوم وحشه، السهر وحش، الضغط والتوتر وحش، بس كل حاجه بتعدي، مفيش وحش بيستمر للابد. خليكي مقتنعه بكده، ان مفيش حاجه وحشه بتكمل للابد، لا الدنيا فيها شويه كده وشويه كده، ودايما بقولها وما بعد الصبر الا الجبر. ربنا هيجبر بخاطرك وهيعوضك عن اي تعب شفتيه، وخليكي عارفه ان التعب ده ان شاء الله تشوفي ثمره التعب ده في ولادك، يعني ان شاء الله هم يبقوا حاسين قد ايه انت كنتي بتراعيهم وبتهتمي بيهم وحنينه عليهم. ثمره ده هتشوفيه بقى كل ما يكبروا قدامك، هم اللي هيردوا لك ده وهيبادلوكي بالاحساس ده، هم يبقوا حنينين عليكي، يبقوا بيخافوا عليكي، يبقوا بيساعدوكي وبيشيلوا عنك وبيخففوا عنك. وانا بصراحه دي اكتر لحظه مستنيها بفارغ الصبر، يعني امتى بقى يا جماعه الاقي ديما كده واقفه جنبي بتغسل المواعين مثلا، ولا بتنشف عليا الاطباق، ولا بتساعدني في اي حاجه، ولا اقول لها خشي يا ديما اغسلي الحمام.
انا كنت بعمل كل الحاجات دي في بيت اهلي من وانا صغيره، بس انا مش فاكره كان سني قد ايه. يعني امتى بقى الناس اللي عندهم بنات كبيره شويه يطمنونا كده يقولوا لنا امتى؟ هقول لي ديما مثلا اكنسي الارض كده، ساعديني امسحي الارض، لمعي الترابيزه، امتى الحاجات دي؟ هي دلوقتي بتلعب طبعا بالحاجات دي، بس انا طبعا يعني بعيد وراها كل حاجه، تمسك تلطش بقى في اي حاجه، بس انا بسيبها بصراحه. يعني اقول منها بتطلع طاقتها، يعني ممكن اديها فوطه كده واقول لها العبي بيها، فالاقيها بتلطش وبتعمل، ومش طبعا الاقي الازاز مجير وكل حاجه، بس عادي اقعد اقول لها شاطره برافو عليكي واشجعها. ما بحبش احبطها ابدا، علشان تتشجع عشان لما تكبر شويه بقى وتعرف تساعدني. ومش معنى ان انا بقول ديما فياسين مش هيعمل، لا انا بتكلم على ديما بحكم ان هي الاكبر يعني، لكن ياسين لسه شهرين، لسه معانا شويه وقت يعني. بس ان شاء الله ان شاء الله يعني مش هحاول ابدا ان انا افرق بين بنت وولد، ان هي تعمل وهو قاعد يتفرج عليها، لا هم هيساعدوا بعض، واللي بيعمل حاجة هو اللي بيصلحها. مش هقولها ابدا شيلي مكان اخوكي، هو وقع مثلا حاجة عمل حاجة قومي انتي شيلي مكانه. لما يكبروا بقى ويبقوا في مرحلة ترتيب سرايرهم وكده، مش هقولها قومي انتي رتبي سرير اخوكي، لا هو اللي كان نايم عليه فهو اللي يرتبه. فانا مش ان شاء الله يعني باذن الله، مش عايزة بس بقول كلام وخلاص، بس ان شاء الله انا ناوية ما اعملش كده ابدا. شفتوا المواعيد خلصت بسرعة ايه واحنا قاعدين بنتكلم وبنحكي؟ والله الوقت الحلو بيعدي بسرعة. خلصت المواعين بقى وقلت اغسل الرخامة علشان زي ما قلنا نعمل الفطار على نظافة، وانا بالنسبة لي اصلا دي اسعد لحظة كده. عارفين منظر الصابون كده؟ والله العظيم يا جماعة الحاجات دي بتفتح النفس، تبقوا قايمين كده مش طايقين نفسكم، بس اللعب بالصابون والمية والحاجات دي والله العظيم بتغير النفسية، وتحس ان انتم مبسوطين. يعني انا واحدة من الناس اللي بيسعدني جدا احساس ان انا امسك الصابون والصابون يبقى كتير والمية والحاجات دي بتسعدني قوي. لكن مثلا اكره اقعد اطبق غسيل، اكره ان انا اقعد اكنس، يعني اكره الحاجات دي. لكن الحاجات فيها لعب وميه وصابون بحبها جدا. احب اغسل الحمام علشان بيبقى فيه صابون كتير، احب اغسل الرخامات، اغسل البوتاجاز، الحاجات اللي فيها صابون دي بتشدني قوي. بصوا مجرد ما خلصت احساس النظافه كده وان الدنيا ترتبت بيفتح نفسكم فعلا على اليوم. كنا لسه بنتكلم على تطبيق الغسيل، لقيت عندي كومة غسيل قد كده عايزة تتطبق. وبصراحة الغسيل ده مش هكذب عليكم بقاله 3 ايام محتاج ان هو يتطبق، فاعتقد ان الاوان بقى ولا ايه؟ كفاية عليه كده عشان في حاجات اصلا احنا محتاجينها موجودة جوه الغسيل ده، فهطبق الغسيل كده بسرعة وعشان نكمل. خلصت نص الغسيل وحاسه ان انا زهقت ومش عايزه اكمل، بس لا هكمل عشان اخلص. بصوا رصف كل حته كده عشان اخلص وادي بقى كله على الدواليب مره واحده. عايزه اقول لكم انا بعمل وحاسه ان انا سرحانه مش مركزه، يعني حتى وانا بغسل المواعين ما خدتش بالي ان انا المفروض الرخامه ليها فرشه معينه بغسلها بيها الرخامه. انا مش مركزه والله، بعمل وخلاص. عارفين اللي ماشيه تحسه انسان آلي شغال كده، قله النوم فعلا بتخلي الواحد ما عندوش تركيز ابدا. واخيرا يا جماعه اخيرا الحمد لله خلصت، والله استاهل سقفه وتشجيع كبير ولايك كبير قوي 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 على المجهود اللي انا عاملاه ده. انا لسه برضو ما فطرتش، مش عارفه فقره الفطار بقى هتيجي امتى. خلاص هرص الحاجات دي بسرعه في الدواليب واروح اعمل الفطار عشان انا جعانه. اذكروا كم مره انا قلت انا جعانه في الفيديو، بجد انا جعانه عايز اروح افطر. ويلا بينا للفقرة المفضلة لقلبي، هي فقرة الفطار. حطيت شوية زيت زيتون كده في الطاسة وحطيت عليهم بيضتين، وهستخدم النهاردة عيش تورتيلا بالحبة الكاملة بدل التوست، يعني كنوع من التغيير. يعني انا بشارككم دايما فقره الفطار عشان تتشجعوا كده ان انتوا لما تصحوا تفطروا، عشان عارفه ان في بنات كتير ما بتحبش تفطر لما تصحى، وانا كنت واحده منهم. بس بجد الفطار مهم جدا وبيفرق قوي قوي في اليوم بتاعكم وفي طاقتكم وفي نشاطكم، خصوصا لو انتي ام وبتتحركي كتير ومعاكي ولاد وكده. فبجد فقره الفطار او وجبه الفطار هي اهم وجبه في اليوم بتاعك، ما ينفعش ان انتي تستهوني بيها ابدا او تستهتري بيها، او ان انتي تقولي ايه هاخد مثلا مع كوبايه شاي بسكوت، هاخد قطعه كيك. لا افطري واعملي فطار كده يقويكي على اليوم. وده كان الفطار بتاعي، حطيته في الساندويتش ميكر عشان يقرمش كده شويه، وقطعته وبالف هنا وشفا عليا. انتوا كمان اتشجعوا يلا اعملوا الفطار بتاعكم لو بتشوفوا الفيديو بتاعي الصبح، عشان عارفه ان في ماميز بيشوفوا الفيديو بتاعي الصبح مش بيشوفوه بالليل. فانا هو اديتكم شويه افكار، كل يوم بديكم كل فيديو بديكم فكره لفطار مختلفه علشان تتشجعوا وتعملوها. ويلا بينا بقى نجهز الغدا بسرعه عشان ياسين اوت اوف مود خالص ومقرف ومتعصب ومش طايق نفسه، فاللي هو ما عنديش وقت بجري حرفيا حوالين نفسي عشان الحق اخلص بس، وبقعد بقى شويه اشيله وشويه اعمل وهكذا. دخلنا عارفين في مرحله بقى ان هو ايه بدا ينتبه شويه، فبدا ان هو بيعيط بقى لو ما شافنيش جنبه او لو مش شايلاه، بدانا بقى في حاجات كده الحمد لله. يعني ممكن كمان انا بعتقد عشان برضه هو تعبان ومقرف، فالاطفال وقت التعب بيبقوا بيزنوا كتير اللي في السن ده يعني.
فالحمد لله قلت بقى اعمل غدا سريع وفي نفس الوقت اعمل غدا يقعد لي على يومين، لان ياسين تعبان فبيبقى مقريف مش بعرف ان انا اعمل حاجات كتير، فهعمل غدا كمية تقعد معايا على يومين، اسهل حاجة وبرضه تبقى حاجة في نفس الوقت مفيدة وصحية ومبقاش عكيت اي حاجة وخلاص، ان انا اعمل صينية خضار. هوريها لكم بطريقة بجد خطيرة. اول حاجة انا حطيت في طبق الخضار اللي انا هستخدمه كان عندي في الفريزر بسلة وجزر وكوسة، وقطعت عليهم بطاطستين كده مكعبات، حطيت بقى في الكبة الخلطة اللي هي بتوديها في حتة تانية خالص، حطيت طماطم حوالي 3 أو 4، وحطيت معلقة صلصة، وحطيت توم وبصل وفلفل أخضر ودبس رمان، لو ما عندكوش ممكن تستغنوا عنه عادي، وحطيت خل وزيت، والبهارات بقى انتوا بتلعبوا فيها براحتكم. الأساسي طبعا ملح وفلفل، ممكن بقى تزودوا، انا حطيت 7 بهارات، ممكن تزودوا أي حاجة تانية انتوا بتحبوها. وكمان ضفت معلقه من العسل بتديها تسكيره كده لذيذه، معلقه صغيره ما تحطوش كتير، لو ما عندكوش عسل ممكن تحطوا يعني معلقه صغيره من السكر كمان عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم، فبجد بتظبط الطعم. مش قادره اقول لكم التتبيله دي انا عملتها مره قبل كده، كنت نزلتها لكم على فكره في شورت، كنت عملت بيها صينيه الفراخ بالبطاطس، والله العظيم كانت احلى مره اكلت فيها صينيه البطاطس، تحفه تحفه تحفه، ميكس السويت اند ساور كده، بس الطعم الحلو قليل قوي فيها، مش يعني ما تفتكروش ان هي تبقى مسكره قوي، بس دبس الرمان مع الخل مع معلقه العسل مع الصلصه، في حد بينادي على واحد صاحبه من تحت مش عارفه صوته طالع ولا لا، ما علينا. الميكس بتاع الحاجات دي كلها مع البهارات حتى ياسين اتعصب، بينقلها في حتة تانية خالص، وهي على فكرة وصفة صحية جدا جدا، بس في نفس الوقت ما بتحسوش ان انتوا بتاكلوا مثلا حاجة مسلوقة او حاجة زي كده، ودي احلى حاجة لو قررتوا ان انتوا تعيشوا هيلثي لايف ستايل، مش هقول لكم ان انتوا تعملوا دايت، لا، ان انتوا بس تاكلوا اكل صحي، تغيروا مفهوم الاكل الصحي، مش كله مسلوق وكله حاجات في الفرن وكله ملوش طعم وكله عليه ملح بس، بيبقى بجد الحاجه دي بتخنق، وده اللي بيخليكم ان انتم ما تكملوش في الاكل الصحي، وبالتالي لا الاكل طعمه وحش، احنا عايزين ناكل اكل عادي. لا، انتم ممكن تعملوا الاكل الصحي وتضيفوا كل الحاجات اللي بتحبوها وتعملوه بطريقه صحيه، هيكون طعمه بجد لذيذ قوي. انا حطيتها بقى في صينيه كبيره كده، وخدت غطا بتاع حل عشان اغطيها بيها، كمان الصينيه دي ستانلس، والستانلس انا بحبه قوي في الخضار، بيديله بجد طعم حلو قوي. وعشان ابقى كملت الوجبه هنضيف البروتين كمان معاها، كان عندي كيس فيه لحمه مفرومه متعصجه جاهزه ضفتها معاها. بصوا خلاص انتوا عملتوا الغدا كله في مكان واحد، وفي كل العناصر الغذائيه اللي انتوا محتاجينها، والحله التانية اللي هناك دي عملت فيها شويه رز بالشعريه، هنحتاج ايه تاني؟ عايزه اقول لكم ان انا بقى الوصفه دي بعمل منها كميه، لان انا باكل منها كده ما باكلش معاها رز، لان هي فيها البطاطس فهي فيها النشويات كمان، فبحط طبق كده، ممكن تعملوا جنبها بقى سلطه او اي حاجه وتاكلوها كده بالمعلقه، هي وجبه غذائيه متكامله سهله سريعه ما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت مفيده وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا. فزي ما شفتوا انا حطيت الخضار وضفت عليه اللحمه وضفت التتبيله كلها، اهم حاجه بقى نقلبهم كده كلهم كويس قوي قوي قوي، وضفت عليهم حوالي كوبايه من الميه وسبتها على نار عاليه، دي طريقه التسويه بتاعتها، واهم حاجه غطيها عشان البخار اللي بيطلع ده اللي بيسويها، بسيبها بقى على نار عاليه، وبعدين بعد ما تبدا تغلي كده بهدي عليها النار. كمان هنا كنت بسلق فراخ عشان هم كانوا عايزين شوربه لسان عصفور، فقلت اخد الشوربه بتاعتها والفراخ اخليها اعمل بيها غدا مره تانية، يعني احطها في الفريزر. وكمان عملت لهم رز بالشعريه، زي ما قلت لكم انا باكلها من غير رز او اي حاجه، وده يكون كده شكلها خلاص قربت كمان تدخل على السوا، في الاخر خالص ممكن تدخلوها تحت الفرن، تحت الشوايه في الفرن تاخد لون كده، وخلاص بقت جاهزه معاكم. ممكن بقى تستبدلوا اللحمه المفرومه بفراخ، يعني تشكلوا فيها بقى براحتكم، ممكن تستبدلوا كمان انواع الخضار، تزودوا حاجه تشيلوا حاجه زي ما انتوا عايزين. بصراحه في الوقت ده انا كانت دماغي حرفيا هتنفجر من كتر الصداع عشان مش نايمه كويس، وقمت بقى ياسين عياط وبجري حوالين نفسي واخلص كذا حاجه، فحسيت ان انا دماغي عارفين عايزه امسكها اخبطها في الحيط، والله العظيم ده كان اقرب تشبيه. فانا عارفه ناس كتير بتقولي ما تشربيش قهوه كتير وكده، بس بجد ما كنتش قادره، ما كنتش قادره حتى ان انا اشرب نسكافيه اللي هي قهوه سريعه الذوبان، لا انا عايزه قهوه، دماغي مش قادره، فاكتفيت بس بمعلقه بن واحده وحطيت عليها كوبايه اللبن علشان الصداع خلاص، بجد كنت عايزه اعيط من كميه الصداع وعايزه حد يقول لي خشي نامي. فبعد بقى ما خلصت الغدا وحسيت ان الدنيا خلاص تمام، لميت الدنيا الحمد لله وانجزنا، فاعمل بقى كوبايه قهوه اشربها كده علشان الصداع، وفعلا والله فرقت معايا وظبطت لي دماغي، كنت خلاص حاسه ان انا هعيط. النهارده تاني يوم، امبارح ما قدرتش اعمل اي حاجه، تقريبا دخلي برد من العيال اتعادت منهم، فما قدرتش بصراحه اعمل حاجه، ياسين كان بيعيط، فاليوم قفل اخر حاجه عند القهوه اللي عملتها معاكم دي. فالنهارده البوتاجاز بقى حالته اصعب واصعب،
فقلت اول حاجه هبدا بيها النهارده هو البوتاجاز ونختم بيه الفيديو مع بعض. اول حاجه هبدا بيها هشيل الحوامل اغسلها وهشيل العيون انقعها. هنقع العيون بقى في الطبق ده. هي مش عليها دهون كتير ولا حاجة، بس هنقعها برضو شوية. وهستخدم ده اللي هو الميستيك الاورنج بتاع ايكوي، عندي بصراحة بقالي فترة ما استخدمتوش فقلت هحطه عليها. عايز اشوف لكم الاسم بتاعه اهو، الميستيك الباودر ده بقى للدهون والحاجات اللي زي كده. فانا هحطه عليها واحط عليهم مية سخنة واسيبهم يتنقعوا فيها. اهو انا هسيبه بس يتنقع لحد ما اخلص البوتاجاز والحوامل، واخر حاجه اروح غاسله العيون وخلاص. بصوا فكره المناديل دي حطيتها علشان زي ما انتوا شايفين تحت العيون في حاجات كده لازقه، مثلا بصوا هنا كده حاجات دي هدعكها وهجيب صابون هنا، فانا مش عايزه الصابون يدخل والميه هنا، فعشان كده بحط بس مناديل اي ميه هتشربها. بصوا كده غسلته وطلعت اي بقى حاجة كانت لازقة حاجة كانت مدلوقة، فاضل بس ان احنا نمسحه كده يبقى زي الفل. وعشان حاجه مهمه جدا بتسالوني عليها دايما، ايه نوع البوتاجاز بتاعي؟ اتعورت في صباعي، بس ضفت اتقطم ازاي توجع جدا. نوع البوتاجاز بتاعي زانوسي كول ماكس. دايما وانتوا شغالين لو بيحصل حاجات زي كده ممكن تتعوروا ودفرك يتكسر حاجات زي كده، دايما قولي الحمد لله، لان الحمد لله بتبقى حاجات بسيطه وربنا بيفديكي. ممكن كانت تحصل حاجه اكبر او كده، فالحمد لله طبعا على الحاجات البسيطه دي، بيبقى ساعتها بتوجع جدا بس الحمد لله برضه. وهنا بتيجي فايده الجلافز على فكره، احنا لو لابسين جلافز هيحمي ايدينا من المواد الكيماويه وضوافرنا انها تتكسر، بس دايما انا بقول لنفسي كده وما بلبس برضه ما بتعص، بس لازم بجد على قد ما تقدروا تحاولوا تلبسوا جلافز لانه فعلا بيحافظ على الايد. بكده نكون خلصنا مسحنا البوتاجاز.
عايزه اقول لكم ما تنسوش دايما ان انتوا تتفرجوا سواء عليا على اي حد غيري وهو شغال وبينظف كده، دايما ان انتوا تقولوا ما شاء الله اللهم بارك، مش عشان خايفين من الحسد، لا عشان ربنا يبارك له في النعمه اللي عنده دي ويزيدوا منها ويرزقكم مثلها كمان. فدايما لما تشوفوا اي حد بيعمل حاجه، انا عادي لما بتفرج على فيديوهات وروتينات تنظيف بقعد اقول ما شاء الله اللهم بارك عشان ربنا يبارك له في الحاجه اللي عنده. بصوا دي الحوامل انا غسلتها بنفس طريقه البوتاجاز عشان ما ضيعش وقتكم، عملتها بس بالليفه والسلك وصابون المواعين ولا اكتر ولا اقل، وغسلتها وسايباها هنا تتصفى. العيون بقت زي الفل ما عدا العاقه دي اشتغلت مره واحده في حياتها من ساعه ما جت، واول ما فتحت هببت جامد جدا، مهما جربت اغسلها بمية الف حاجه دي اقصى حاجه بتوصل لها. بصوا كل ده هباب كده مره واحده، هبت مره واحده ومن يومها عامله كده للاسف ما بتنضفش خالص، مع اني ما استخدمتهاش غير مره وما كنتش انا، كان حد عندي وشغلها ومن يومها عملت كده. وبكده نكون خلصنا البوتاجاز الحمد لله، وهنا اقدر انهي معاكم الفيديو. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد قريب يبقى احسن واحلى وتبقى كل حاجة تمام. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.